أنا يوم اللي تجوزتك كان قصدي خير، كان قصدي إهديكي، بركي بتبعدي عن طريق الضلال. وعزة جلال الله لو ما نزلتيش لأقدمك لي هدية. أنا هلال الضباع ما عاش اللي بيعلم علي. يا عشام يا على القبر، ورح آخذ حقي منهم كلهم. بس شو فينا نعمل؟ خزينة الدولة كل ما لها بتفضى. دولة قدرنا نلمهم من السوق يا باشا، بس الله يعلم شو في بيشوف الناس. قال عم يقولوا أخوك شغل هيك تقالي دفتر دار الشام. أنا راح أصير شهاب دار التجار. أنا بهمني إني أطلع بروحه هو وبيت رسلان، أحرق لهم قلبهم مثل ما حرقوا لي قلبي. بدي ما تتعلم مشنقته. علقوا. شغلة جاد باشا فيها موت. لك لا تجيبها معدلها بنوب. هاي حربتي الآن، حربتي. عايزة رجل يوقف جنبي. تتجوزني؟ أنا تركز على كل الدنيا اللي عليك أنت. والله العظيم حبيتك. إجا وقت الحساب. هيك شكله. هدي كل واحد فيكم 500 دهبة، وكل عسكري من اللي واقفين لي عندي 50 دهبة. هي أول مرة بحياتي بشتغل مع واحد ركب بروح. أنا بخلصك منه وهون بالخان. حطموا كل شيء. إذا ما قدرانين تطبقوا شرع الله فنحن أهله ونحن رح نطبقه. قالك وتوصل للصدر العظم للسلطان محمود وتركته عايش. ما فدت مني مرة بس مش هتنفد التانية، وبيدي أرجعك لحبل المشنقة. حنان! كل هالشي يعملوا بيت رسلان، لك هدول خلونا بأول الطريق مو بنصه. بنتي ميتة، اقري الفاتحة على روحك. والله رنت الدنيا على بيت رسلان صح. والله إني أحرق بيت